في أحد فينا معانا بسبب بطاريات الهواتف الذكية اللي تخلص بسرعة، ويعتبر هذا الأمر بالغ الأهمية للجميع. شركة سامسونج هم الرواد في تفهم احتياجات المستهلكين وجونا بحلول رائعة في هذا المجال. بطاريات الجالكسي S7 صارت 3000 ملي أمبير، و S7 Edge جاية بسعة 3600 ملي أمبير، وهذا يعني أن الجوال يبقى شغال طول اليوم وأكثر. حتى إذا كنت من الناس اللي يستهلكوا بطاريات أكثر من غيرهم، ما في داعي للقلق، لأن هذه الهواتف الذكية ممكن تنشحن بسرعة فائقة سواء كان بالكيبل أو بقاعدة الشحن اللاسلكي السريع. ما أنت من الناس اللي تقعد في أماكن يسهل الوصول فيها الفيش كهرباء؟ سامسونج وفرت لك عدة حلول للشحن السريع، منها الشواحن السريعة المتنقلة وبعدة مقاسات، وشواحن لاسلكية على هيئة غطاء خلفي ليسهل حملها وعشان تشحن ببساطة وانت بتوفر الحماية لجوالك.